من كل ضد وضد تلقين فيني نهار وليل وافراح واحزان اضحك ودمعي حاير وسط عيني. الله الله يا مروان، الله يا مروان، الله يا مروان. اليوم طبعا ودنا نشوف شغله، الاظهر غايبين اليوم لكن بيجون بعد الفاصل، لان الاظهر عندهم ايفنت، بدوا الشباب يشتغلون صح. ترى مدير التنسيق ومدير اعمال الفرقه اي شيء على الوات. وسحبت كلامك انت مروان، ايش بيشتري يقول كذا؟ ما عليك، عارف اجلدهم ترى بالاسعار. كبير اي احد ينص مع الفرقه يدق علي. اكيد لا شك، ترى التذاكر عندي عند الباب. المهم الخبر الاول يقول لك اماره منطقه الرياض تقبض على وافد ادعى مضاعفه المال بالسحر، وهذا الرجل سرق 14 مليون ريال. اشترى مو بعليه، اشترى على البله. يعني انا ساحر وادبل الدراهم، بروح ادبل دراهمي، ليش اخلي الناس كلها مقرشه مثلي؟ اجيب ريالات وادبلها 500 واطلع اشتري لي سياره واشتري بيت واسافر وفله، وكل ما ضاق صدري دبلت في الغرفه. والله اروح اعلم فرحان واعلم اسطوع واعلم مروان، كلنا نصير تجار قاعدين مع بعض. ما يصير، فاكيد انه نصاب، وبعدين غير انه سحر ومدري وش وحرام. ودي تجيبون اشكالهم ذول اللي انسرقوا، ترى صدق احس فيهم من البلاهه. كل واحد جاي معاه 500 تكفى دبلها دبلها عندي قسط. يلا مو مشكله، طبعا ترى ما يطيح فيها المطفرين، عرفت؟ يعني المطفرين ما يروحون ذا الاشكال، لانه عارف ينزل راتبه حوازنه صح. لو راح عطى الساحر ذا 500 يمكن يسرقه، ترى مفكر كثير عنه انا، لان الألف 500 تهد ميزانيه، لان عندك مصاريف محسوب، دخلك 50 ولا دخلك 10,000 ولا دخلك 5 محسوب. لكن اللي عنده ملايين مليارات يقول لك خلني ادبل 3 مليون، القحت بكيفها ما القحت نلحقه، فهمت؟ ويضحك ياخذها ترى ضحكه، ما ادري انه غبي. المهم سالفه طويله. يقول لك دراسه، والدراسه دي ما احنا نشوفها كلنا، يقول لك اجريت هالدراسه على 3 مليون مغرد وحساب في تويتر، اكتشفوا ان الخبر الصحيح اقل انتشارا من الشائعات. يعني كيف؟ يعني يقول لك الخبر الصحيح ما يوصل ل 1000 مغرد، 1500 مغرد، الاشاعه توصل 100 150 الف مغرد. وما يحتاج ذي ان يقولون الدراسه، لنا قاعدين نشوف. قالوا ذيك الايام ثروة طارق الحربية حقيقية وما ادري شو، الناس يدقون عليه شلون نستثمر يا اخي. وثروتي شرعية ودخلي في الاسبوع 300 مليون حاطين. 300 مليون موجود لا دخلي في الاسبوع مليون، والله ما تشوفون لحيتي ذا البرنامج. قاعد مقابل العيال هنا كذا ملاحقهم في الاسياد، والقهوة ما تنشرب، يوم زينة ويوم مضروبة. مليون في الاسبوع، بلال وش بتسوي بمليون في الاسبوع دخلك؟ والله ما ادري ايش بسوي. اتوقع انت تنتحر على طول، ما ودك تفكر. مروان اللي ياهب. اي انا احب الدراهم. يو بيشغلنا كلنا عنده. بذلكم. والله بذلنا ذل. شفت في اثنين وظيفتهم عند مروان بس يركضون قدامه كذا رايحين جايين. عرفت؟ بس ذل. لكن ربي يعرف وين يخلي المقهى. يقول لك قضية إنسانية، امرأة أمريكية تتبرع لطليقة بعد 23 عام، طلقها ذا بعد 23 عام، راحت تبرعت له. ليتها تبرعت له بفلوس، تبرعت له بأعضاء. يلا بعض الرجال يستاهلون بعض مدك في طيب. فاصل.
يا اخي ماشي ما صوت العود تعرف تحملنا اليوم تحملنا صوت العود تعرف الذبانة انشبت جنب اذنك في شيء ناقص صجة تركي ورا وصجة حمادة وبلال اوتار جديدة وعود جديد ومالك دخل حمادة ورطك كان ماسك رشاش ها والله لا لا اعزف كذا مقطوعة سمعني عشان نثبت ناس انت عازف فنان بس ان الله الله بالله عيد لا بالله عيد سيف لا والله سيف عيد والله لا طلع كيف 52 انزلط راح ب 50 الله 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 عليك الله عليك انرجي طاقة انا عارف ان العود مو موزون ذا شغلك المخرج ذا بس احنا قاعد نثبت الحمادة وتركي في في ان عادي ممكن بلال حاله حاط رجله كذا على ورق وماسك ذا يعزف طارق شبه من الحمر ما رد من واحد لو واحد يقفل يعطيكم العافيه والله يعافيك والله شايلين الليله ما شاء الله بس بيجون بعد الفاصل انا فاضي نقعد نستناهم احنا بنصور بنروح البيوت تاخروا كثير هذه يقول لك بما ان الشتاء انه الحين في الشتاء يقول لك خلصنا من المربعيه ودخلنا في الشبط وشباط وشباط نجمين اولهم النعايم ما ادري وين هالاسامي بس يلا اوكي عموما يقولون في موجه برد جايه ذا اليومين واذا بغيت تخلص سالفه طويله المهم اعطونا الفيديو خلينا نشوف نشباط ولد المربعانيه هالشقي ويوم جت المربعانيه تطلع من باب المنظومه المناخيه كتبت وصيه لولدها شباط قالت يا وليدي تراي مريت ما ضريت ما ضريت احد عليك باللي اكله دويف ونار ليف ولا تقرب اللي اكله تمر ونار سمر قل البسوا سراويل تدفوا وفكونا من ذا السوالف اقرب من ذا اعرف ان في الشتاء الواحد يصير جوعان 24 ساعه وزنجبيله معه وشراريبه وحالته وتدهم فازلين ويقول لك لا حطيت فازلين في سرك ورجليك وذنيك تدفت ترى تدفى هذا السؤال في العجز اما ليف وما ليف وجيب لي ما نبي تدفى ودبلوا بجايم بس ها اقول يا كثره في البجايم وانت انت حد يقول لك جيب ورقك والبر لا تروح اي لا اعرفك انا تدور شبة الضوء وساعة الصدر نشب لك هنا في الاستوديو حقه لكن في الشبال الاجانب تعاملهم مع البرد غيرنا ما ضره البرد يمثلني ذا باين دي انزين لا لا اذكر زمان كنا نروح على قهوه على خط القصيم زمان ايوه فالفجر في عز الشتاء تلقى العمال طالعين بوزره ومتروش ومويه بارده ايه عرفت هذول اللي يمثلونك يوم تقول يمثلني مفيده ها مفيده فرشته فمه معجون متعودين على سكه العمال السالفه انه يقول لك المويه البارده ذي صحيه للجسم يعني شوف الشايب ذا ما شاء الله عليه رايح جاي نشوف في الجيم عندنا في الجيم بعضنا لما اروح في حاطين حوض كذا صغير جاكوزي بارد تعال شوف الناس طلع من جهه ثانيه طيب ليش؟ وش جايبك؟ شوف هذولي وتلقى ما شاء الله عليه عمره 80 90 ما في امراض من جد ان الواحد عمره 20 كلها امراض ولا درى عن شبط عمر بيه الشتاء شتاء والربيع ربيع والصيف صيف ناس ما اتوقع عندهم ذا السوالف اللي سمعناها كثر ليفه وش المدري شو لانه مستيك شتاء ولا برد هو مستيك بعجب قلت طيب ربعنا شبانه خلينا نشوف شبانه كيف تعملون
ساتر. ترى نص بردهم هنا. والله نص بردهم. اجمع والله العظيم البرد انه احسن من الصيف. البرد البس ملابس زي الناس. خلاص امورك طيبة، الصيف على الاقل شموس ونفسك في خشمك والسيارة حرارتها مرتفعة والمدروج والمكيف لا يبرد وتوصل لدوامك قرفان طالع نفسك. يعني غير انتهبها في الاسياب. في اشياء كثيرة. الله احمد ربكم ترى الشتاء كله كم شهر يروح واستمتع في ذا البرام في المخيمات وشبة الضوء. قيل لا ما حد عزمني على المخيم خلص الشتاء. يلا مو مشكلة. فاصل. حياك الله معنا بعد الفاصل، واليوم معنا موهبة جميلة لطيفة، مطرب راعي فلوقات، ثمانية أغاني تقريبا، محمد السهري. حياك الله حبيبي. الله يبقيك. نورنا والله. النور نورك. مبسوط أنا معك اليوم صراحة. الله يسعدك. بس الله يستر يعني. طيب أول شيء نجيب فيديو لك بعدين ندخل في الجو. يلا. محمد السهري ما مساحة فيها. الله. هنا أنت غنيت مع تامر حسني. إيه كان حفلة رأس السنة. إيه. ما كان مرتب لها أصلاً يعني، كانت حفلة رأس السنة حضرتها. إيه. وطلعت كنت قاعد يعني أنا قبلها كنت أعرف الفنان تامر حسني عشان غنيت معه في كندا. آه. فكنت من الجمهور. شغال دولي انت، ما اشتغل جلسات هنا مصر على كندا على والله يعني الواحد يحاول يسعى كده. حلو. يعني طلعت معها في المسرح وغنينا اغنيه له. حلو. وشيء جميل يعني فانت من حسني. انا من معجبين صراحه. طيب لا تروح تسوي حركات بكره تجيب 10 تدفع لهم وتقول لهم انه ذا يبكون اني يدوخوا البنات اللي يكونوا يدوخون. انتبه. لا 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 ما لنا في هذه. والله حريص عليك. نتور. لا تكفى. انا عندنا عرب جو الله يدورون اي شيء زي كذا. طيب نشوف لك فيديو ثاني. الفيديوهات كثرت يا اخوي طارق. يا اخي الفيديو هذا اعشقه. هذا وين كان؟ هذا كان بكندا اللي قلت لك عليها. كنا في مدينه تورونتو بعد الحفله له. كان في انه هو رايح مطعم وبيقابل يعني بيقابل المحبين وزي كذا. فجيت انت اي يوم الحفله قال لي تعال بكره. فجيت والجيتار اللي موجود في الفيديو الى يومك هذا معايا وموقع من فانت. تعزف جيتار؟ اي تعزف جيتار من وانا عندي 16 سنه. طيب كيفك مع الطيران ولا بس جيتار؟ لا نضبط ما عليه. لا لا الشباب موجودين والله. انا غير. لا لا تورطنا. بس انت تعزف جيتار بس كآلة موسيقية ولا تعزف بيانو شوية؟ يعني بدأت اتعلم بيانو الان لي سنتين. حلو. وقت الفيديو هذا اللي شفته بالجيتار كنت مشتري بيانو هناك في كندا واحاول بس. هذا قديم؟ ها مره قديم. هذا اول فيديو منزله. طيب من اللي هو اللي اكتشف موهبتك يعني وهو اللي وجهك تامر ولا تامر ولا انت كنت من قبله شغال كفلوجات وكذا معروف ولا هو كان تنطلق؟ لا شوف موضوع الفلوجات هذا عشان في ناس عندهم التباس في الموضوع انه في ناس يحسبون انا بديت فلوجات. لا انا بديت في الانستغرام من خلال فيديوهات غنائيه لكن كانت سيئه يعني. واحد عمره 16 سنه او 17 سنه ويا دوب متعلم يعزف جيتار ويعزف وعد الله لا يوريك. فحذفتها ووقفت. حلو. فجات صدفه انه انا وانا ادرس في كندا في حفله تامر حسني. حلو. بعد ما نزلت الفيديو وانتشر وجاب مشاهدات وجاب متابعين تقريبا 10,000 متابع في الانستغرام قلت لا دقيقه ابغى المجال. انا من زمان احبه بس خلاص ركزت. حلو. طيب انت تغني تركي وتغني مصري وتغني غنيت سامري؟ والله يعني نحاول ليش لا. ما ابغى اورطك على ولا لا. انا سؤال بس لان لا الفيديو قبل كذا بس ترى تركي مني يعني مني محترف يعني احاول احفظ الاغنيه وقتها واسجلها عندي بالاستوديو بالبيت. طيب خلينا نشوف اغنيه لك. Aşk bir kahkaha senden duyunca daha güzel. Bahlem bik
أنا من سنين وسنين وفضلنا متفقين هتبقى لي. إيش كنت تقول في التركي؟ كهكها. في ناس دائما يعلقوا الكلمة هذه اللي هي الضحكات، يعني الحب في الضحكة وضحكتك بسام زي الأسلوب هذا. كنت تفتكر أنا قريت الترجمة قبل ما أغنيها يعني، بس لو تركز في الفيديو شفت الكمبيوتر اللي وراي هذا وفي بيانو قاعد أعزف فيه. شوف أنا حاط الكمبيوتر عليه، حاطه في كتب. يعني إذا كنت باين استوديو في البيت طبعاً. طيب خلني سم بسمع بالله. يعني إحنا شفنا صراحة أكثر من فيديو رامر، بس نبغى نسمع الأغنية. والله ما أعرفها اللي غنيتها، فما أقدر أقارن في ذا شغلة، بس إنه ما شاء الله يعني صوتك مبدع. الله يسلم. أبغى أغنية حنا عارفينها، مثلاً عقوبة أصالة. أصالة يلا. حافظ لو أغاني تركية كان حفظت مصرية. والله كان حفظ. ولا برضى بعذر ولا بسامح ولا بقبل ولو مليون توبة، ولو طال الأسف ما راح أسامح. أنا ربي خلقني لك عقوبة، أنا ربي خلقني لك عقوبة. تقول لي اغنيه على الهواء ستوكم. انا مطول انا بعض اللي كمل بالله. كمل حماده كمل. يلا ابيك تذوق بعض اللي اذوقه، ابي قلبك في نبض وعروقه، ابي قلبك يا الله عدوت. احب صوت حماده ترى اسطوره. كل الشباب والله حماد اصبر. تقول لي اصبر لك البوم تلوك عط على الكتب. ايه حماد على تعرف التنك حق الكريجة عشان احلوق والله ولا توه وراك قصير. طيب ناوي تستمر؟ والله انا يعني الان اذا تسالني عشان شوف نوانك نكذب على بعض. انت رحت درست وتخرجت لسه ما تخرجت؟ انا وقفت دراسه في كندا ورجعت الان اكمل دراسه بزنس مانجمنت اداره اعمال. ايه ما تعرف انجليزي؟ اي ادري بس لما اقول بزنس ما يشي في دراهم بزنس ما بزنس اعرف له. شوف واضحه وصريحه. ايوه فباقي لي ان شاء الله سنتين. طيب اذا تخرجت هل ممكن الوظيفه تاخذك ولا تروح تكمل يعني عشان نعرف احنا؟ لا شوف ما الواحد ما يكذب عليك. المستقبل ما حد يعرف عنه شيء، لكن انا كل معايا شهاده جامعيه وانا انصح كل الناس بهذا الشيء. انت عندك موهبه اوكي طورها الين الموهبه هذه تصير لك وظيفه. لكن هذا لا يعني ان انا ايش اوقف دراستي. يعني انا وقفت دراستي قعدت سنه ونص تقريبا ما درست وركزت في السوشيال ميديا الين ما حاولت ابرز نفسي. بس اسعى ان انا اتخرج ان شاء الله والمجال الفني موجود. حلو. طيب بتكمل في خطك لانك شوفك مبدع مع في الأغاني المصرية في الأغاني التركية في الخط هذا خصوصا يعني ما أنت مركز على الخط الشعبي اللي عندنا؟ والله لا. ولا ندور جماهيرية مصر بحكم علاقتك في تامر حسني ذيك الأيام كبداية وجماهيرية تامر ولا؟ أنه ما أدري اشرح لي. لا شوف كلنا ما حد فينا يقدر يعني ينكر أنه الشهرة بمصر يعني جدا كبيرة. أنا قاعد أتكلم عن 100 مليون. حلو. وايضا الشهره في السعوديه حتفيدني، لكن انا اسعى ان انا نفسي اسوي موسيقى جديده. نفسي الان احنا كل الاغاني نفس بعض. انت تلحن وتكتب؟ اكتب. انا ماني شاعر وليس ملحن، لكن احاول اسعى ان انا اسوي الشيء اللي اقدر عليه. اذا طلع معي جمله لحنيه سويتها، كلام طلع معي كتبته، بس ماني خلينا نشوف الفيديو ذا وانت على الموضوع ذا. برافو عليك انت خطير، خليتني عليك اغير، دونك قلبي ما يسوى، افهم احبك كثير، افهم. هذه من كلماتك والحانك صح؟ اي. كيف الاغنيه هذه؟
هذه أغنية اسمها وين عني. سويت الأغنية يعني طلعت الجملة اللحنية طلعت معايا بشكل مرة بسيط يعني كانت شيء بسيط. كنت كاتب كوبليه واحد بس ودنت انت بيني وبين نفسي. سمعت كذا واحد من أصحابي قال لي مرة حلوة وكذا كذا لما تطور الموضوع وصار فيديو كليب في المغرب في طنجة تحديدا. كانت أول زيارة لي مدينة. صورت هناك يعني؟ إيه تصور هناك والحمد لله يعني كان يعني ساعة يعني وصل لناس مرة كثيرة الآن يعني كم مشاهداته؟ تقريبا 4 مليون شيء زي كذا. حلو. إيه كرقم حلو بالنسبة لواحد أصلا يعني في السوشيال ميديا وفجأة نزل عمل أو بدايتي. هذه جدا بداية لي وأول فيديو كليب نزلته. إيه أنت خطك معروف يعني هذه مشكلة فلوقاتك وشغلك وإنستغرامك سنابك اللي هو السوشيال ميديا أتكلم. مركز انك على الطرب تغني تلحن فخطك واحد يعني ما انت بقاعد تنقز في اكثر من شيء. ايه فلوقات على فكره الفلوقات يعني ما يعتبر خط لي. ليش؟ لان انا انزل مثلا لو سافرت امريكا مثلا قاعد في امريكا شهر تلاقيني اسوي فلوق وانا اللي امنتجه وانا اللي اصور وانا اللي اسوي كل الساوند افكتس في الفيديو متعلم الكمبيوتر زي كذا واروح انزل فيديو 10 دقائق للمتابعين اللي يتابعوني في انستغرام. كانوا طيب من التنويع. اغنيه كيف تستهدف في اغانيك اللي قاعد تغنيها انت تستهدف اي فئه؟ فئه المولعين ولا خيو ولا فئه صدق يعني مش اي فئه تبغى انت بالضبط بصراحه؟ او فئه اللي بين اعمارهم 13 الى 17 او انت تبي 30 يعني وش تبي بالضبط؟ لا انا استهدف اي فئه، اي فئه تسمع. لانه اذا حنتكلم عن الاعمار الان زي ما انت عارف كل الناس عندهم انستغرام. الانستغرام يبين لك الفئه اللي تتابعك. الفئه اللي تتابعني انا من عمر 18 سنه الى 27 وفوق. لكن هذا لا يعني انا ما عندي متابعين صغار. فعشان كذا انا حتى لما اجي انزل اعمال او شيء احاول ابسط الكبير والصغير واكون في اعمالي صار دقيق نوعا ما. تعرف انت الاطفال هذه الايام يعني اي شيء هم اللي يشيلون لك الليله. مو بس كذا بس يعني تحاول ما تعلمهم شيء مو كويس يعني. قصدك من حلو. طيب انت لقبك اسمه موكا؟ هذا مو لقب. يقولون يدلعونك موكا. مو يدلعوني بموكا. اسمك محمد السهلي يدلعونك موكا كيف؟ افهمك الموضوع. بس والله طويل الموضوع. لا اقصد اسره. هو صدق ولا ذا ولا لا صح؟ لا موكا هذه افهمك قصتها لان يعني اتكلمت فيها قبل كذا يعني. انا وانا بكندا ادرس انجليزي كنت في بدايتي. ففي الكلاس عندنا في طلاب سعوديين مره كثير فدخل المدرس اول يوم بيحضر. قال محمد. قال كذا محمد. يبي يشوف التحضير. 5 من الطلاب قالوا انا بما فيهم انا. فقال لا كل واحد يختار له نيك نيم اسم. ايه روقوني. ايه فكل واحد فيهم بدا مودي ميدو اختار. جاء عندي قلت له والله اختار كل شيء. ثاني يوم جاء مع موكاتشينو. فواحد من الطلاب الله يسامحك يعرف نفسه قال دكتور وات هابند يو دونت تشوز فور هيم ا نيم. فراح قال اوه سوري اي فورجت. خلوك انت محمد الفاضي. كان معاه موكا. كان قال موكا عجبهم الاسم. غيروا اسمي في نظام المعهد من محمد السهلي لموكا السهلي. فكل ما اطلع الى ليفل ثاني وكلاس ثاني اسمي عندهم ايش؟ موكا. فبدات القصه من هنا وسميت انستغرامي موكا السهلي بما انه محمد السهلي ماخوذ في الانستغرام وبدات. حلو حلو يعني. طيب ما عجبتك يعني السالفه؟ قاعد تشخص علينا ما عجبتني السالفه. انا حسيت اول لا كندا رحت كندا رحت مصر رحت مدري ايش وحنا ماسكين خط الشركيه رايحين جايين وخط القصير دراب. ما عجبهم الشباب ترى مره تاثروا. شباب اطلعوا معي كندا والله نفله. وشو بنحشكم بنحشكم بنحشكم. طيب انت عشت في كندا صح؟ قاعدين نشوف الفتره ذي طبعا مالك دخل في الموضوع. لا قول لي مالك انك عشت في كندا. انه الموضه الحين كل واحد يقول كان الحريه في كندا والمدري وشو والكندا كندا. انتم كطلاب كنتوا تقابلون الناس اللي تيجي تقول لك تعال وخلك لاجئ وسب وتكلم؟ طبعا موجودين بكثره يعني يستهدف الطلاب السعوديين يعني يجوا عندنا بالمعاهد تحت من جنسيات عربيه من غير ذكر يعني ايش هي الجنسيات. يجوا يقول لك تعال معايا خلنا نروح انا اقدر اضبطك بالجامعه حقتك. وانت تروح بنيه طيبه تلاقيه فجاه دخل لك في موضوع سياسي دخل لك في موضوع انه دين دا وتغرير يعني يخلونك بكره تسب السعوديه تكلم فعليا عنه. يقدر يوهمك انه هو صح وانت غلط. لانه احنا لما نطلع انا طلعت كندا عمري 17 سنه. اي لانكم صغار كنتوا في العمر فما فيوهمك بفكره خاطئه تماما. حلو وما حد اقدر عليك. طيب من اسمع اغنيه ثانيه كان مو معجبك سعد. سعد ما يحب الاغاني المصريه ابدا بالله نهائيا. نغني اغنيه مصريه ضدها. نبي نختم باغنيه. اول شيء تشرفنا فيك يا بعد قلبي وسعدنا فيك. انت من الشباب الصاعد اولا.
لك توجه حلو، ثاني شيء تعرف تتكلم. الله يسعدك. ثالث شيء ان الشباب يعني كلهم ذولي ما يحبون الاغاني المصريه، فنضغطهم برضو هذا الشيء يريحني كثير. حق طقطق اول مره، حق ترقع ما في اطار. سم حبيبي نورتنا وان شاء الله. والله انا مبسوط ان انا معاك صراحه، ويعني انا من محبينك يا حبيبي، هذه صراحه يعني اقولها بوجهك وبراك. نتمنى لك ان شاء الله الله يسلمك مستقبل زاهر، نعزمك ان شاء الله في حفلتنا في جده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انت عندك حفلات في جده جايه صح؟ حفلتين ان شاء الله، حفلتين بالشهر الجاي باذن الله. يلا بالتوفيق ان شاء الله. الله يسعدك يا رب. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلع عيني، بحبك موت، لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقولك انا حنيت بعين الصوت، كأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت معايا بعدت وما بعدتيش، في دمك